من مستشفى الجامعة الأمريكية بدأ مشوار الشهيد محمد شطح الأخير، منطقة اعتاد أن يغادرها من منزله. أبى حتى في المشوار الأخير إلا أن يرافقه الشهيد طارق بدر، مر على مركز كليمانسو الطبي وغادر معا. قبل أيام كان يفترض أن يلاقي الشهيد شطح عددا من زملائه النواب الذين انتظروه على باب مسجد محمد الأمين في بيت الوسط، لكن يد الغدر والإجرام كانت بالمرصاد. كلنا للوطن. وأمام محبيه الذين حضروا للقائه الأخير قلد رئيس الجمهورية الشهيد شطح وساما: أيها الفقيد الغالي، تقديرا لعطائك من أجل لبنان، قرر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان منحك وسام الأرض الوطني من رتبة ضابط أكبر. أدخل الشهيدان إلى المسجد حيث أقيمت الصلاة، ووقف إلى جانب كل نعش أفراد من العائلتين الذين تبادلوا لحظات الحزن العميق. وبعد صلاة الظهر كانت كلمة لمفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار: معركة بين البناء، بين العطاء، بين التعمير وبين فريق آخر، آثر أن يكون سبيله للعلا هو القتل والتدمير، هو أن يلحق بأبنائنا ورجالاتنا شهيدا بين كل فترة وأخرى. لن يلين لنا ساعد، ولن نتراجع عن طريق من شأنه أن يبني بلدا وحضارة وقيمة إنسانية عالية. ستتشكل الحكومة قريبا بإذن الله تبارك وتعالى، يوم أن يلتقي الحكماء وجلهم في مسجدنا، وستتشكل الحكومة لتستوعب قضايا الوطن دون ردات فعل وإنما بتعقل وحكمة. بعد ذلك حمل النعشان على الأكف إلى ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حيث وري في الثرى بقربه وبقرب رفاقه الشهداء. بعد ذلك تم تقبل التعازي في قاعة المسجد، وكان لافتا حضور رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع على الرغم من التحديات الأمنية الضاغطة. بعد كل جريمة تطال رمزا من رموز قوى 14 من آذار، يزداد تمسك هذه القوى بثوابتها، وهذه المرة تأكيد على أن بعد هذا الاغتيال ليس كما قبله، يؤشر إلى أن إرادة المتابعة لم تطلها يد الإجرام. من أمام مسجد محمد الأمين في وسط بيروت، مها ظاهر، تلفزيون المستقبل.